سلمى، محطتنا التالية مع المبادرات المجتمعية، حيث تنظم مبادرة أحباب يا بلدي وشركائها الإعلاميين وبرعاية كريمة من وزارة الثقافة والسياحة والإعلام فعالية هنا لنا اثنان تحت عنوان نتذكر، ضمن حفل فني خاص يستضيف مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة كوكبة من نجوم الفن في سوريا يومي 22 و21 من تشرين الأول الحالي، يليهما حفل عشاء خيري تكريم خاص من الشهر نفسه 24 الشهر. أكيد نور، حفل هنا لنا اثنين نتذكر حلب والأيادي البيضاء من جنودها المجهولين من عمال أطفاء وكهرباء وأسعاف وبلدية ممن خاطروا بحياتهم ليطفئوا حرائقها وينيروا دروبنا ويضمدوا جراحنا وينظفوا شوارعنا من خلال تكريم ماديا بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية ومعنويا عبر اعتماد وردة الفل التي لها علاقة بذكريات كل بيت سوري. لنحكي عن هذه المبادرة أكيد صباحنا غير لليوم مع كوتش كريستينا كشار، عضو مجلس إدارة أحباب يا بلدي ومن الفريق التنظيمي الأساسي لي هنا لنا الكابتن عمر حسينو من مبادرة أحباب يا بلدي وأيضا من منظمي المبادرة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم وهنا لنا. صباح الخير. صباحكم انتماء سوري. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش يمكن من عنوان هنا لنا نتذكر، ونتذكر هنا لنا واحد، خلينا نحكي عنه اول شيء ونستذكر اهم المحطات والفعاليات اللي قامت في هنا لنا واحد. نور، هنا لنا هي احدى فعاليات مبادره احباب يا بلدي الوطنيه. بتحاكي بتهدف لمحاكاه الانتماء الوطني ورفع روح المواطنة وتعزيز التشاركية. يعني نحن منحب الناس تتذكرنا بثلاث كلمات مفتاحية، عم نحكي انتماء، عم نحكي مواطنة، عم نحكي تشاركية. أقيمت السنة الماضية، المرة الماضية، وستقام هي السنة على المسرح الرئيسي لدار الأسد للثقافة والفنون بإشراف الأب الروحي للفعالية وعرابها الأستاذ دوريد لحام، الأستاذ الكبير، نوجه له وحكيته هلأ من شوي مين الشريحة المستهدفة يلي هنن أخوتنا بالمواطنة، الجنود المجهولون يلي هنن عمال الكهرباء والنظافة والإسعاف والإطفاء، وهالسنة ضفنا عليهم عمال المياه لأنه هالسنة الريع بالكامل رايح لمحافظة حلب. أكيد كابتن، يعني حضرتك كنت موجود بهنا لنا واحد واليوم هنا لنا اثنين، أكيد كمان ذكريات خاصة لوجودك بهنا لنا واحد، لو نرجع فيها شوية لورا ونحكي عن أثر هالفعالية بنفوس كل من شارك فيها وكل مين حضر أيضا. أول شيء بتشكركم كثير على الاستضافة، بصبح على مشاهدين الإخبارية اللي دائما نحن متابعينكم ودائما أنتوا اللي بتحلوا النهار يعني بي 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 بهي القصة. هنا لنا هي مبادرة أهلية بامتياز، سوريا بامتياز. الشيء اللي صار بالإيفنت الماضي كان كتير بلامس الروح، لأنه عم يرجع يذكرنا بأغاني، كان شكل الحفل كان بذكر بأغاني وبذكر بحالات معينة، وكان عن جد في كتير نجوم موجودين. كان في شكل تقديم الفعالية، كان كل نجم عم يقدم نجم بهذا الموضوع، عمل شيء مختلف على المسرح. طبعا دار الأوبرا غنية عن التعريف بهذا الموضوع، كانت عن جد الشيء اللي فاجأنا السنة الماضية هي اللي صار انه كم البطاقات اللي نفذ بطريقة مرعبة. انا كنت عم بتناقش انا وجروب، يعني طبعا انا دول يعني اخوات واصحاب احباب يا بلدي، انه صار في اوفر ماركتينج، في شيء بال صار في اوفر ماركتينج، ما عدنا قدرنا اهالينا ما عدنا قدرنا نحصل لهم تذاكر. عن جد يعني بلا مجامله لجامع احباب يا بلدي او شيء، كان من اهم الفعاليات اللي صارت الفتره الماضيه. بالنسبه للي عم يصير هلا، عم يحاولوا يعملوا شيء مغاير، عم يحاولوا يورجوا حالهم بطريقه معينه. طبعا هون التحدي، يعني هون التحدي لما تكون انت بالمره الاولى قدمت قامات كبيره وفي تشاركيه كبيره لاسماء مهمه وكان في هذا التفاعل، بالمره الثانيه بتقول انه انا حققت هالقد، يمكن هون الصعوبه، بدي اعمل شيء مختلف بطريقه طرح مختلفه نوعا ما. تماما، هو هذا اللي صار، انه طرح الشكل هنا لنا اثنين راح يكون بشكل مختلف. انا ما بحالي احكي عنه لانه انا ماني من
جروب حكى لنا شوي عنه الفنان سمير كويفاتي لو مقررين بهذا الموضوع، ولكن عندي إلمام بالشيء اللي عم يصير، انه الشيء اللي راح يتقدم راح يتقدم بطريقه كثير حلوه، بطريقه مغايره تخلي العالم انه جد تضل معلقه بهذا الايفنت. اكيد كوتش، هون بيخطر ببالنا انه دائما لما بيكون في عنا رقم 2 من اي فعاليه بتكثر الاسئله، لانه الناس بتقول شو راح يعملوا جديد هالمره؟ يعني المره الماضيه هل قدموا كل شيء عندهم؟ هل مثل ما بيقولوا فردوا كل كروتهم على الارض؟ شو الجديد السنه؟ اول شيء بدي اعقب على عمر، ما تصدقوا هو عنصر مهم كتير ومحبوب بأحباب يا بلدي ولا هنا لنا، من هنا لنا واحد هو أيادي بيضاء وذهبية معنا. طيب، من اليوم الأول صيغة ملامح هنا لنا 2015 لتكون مشروع وطني قابل للاستمرار والتنفيذ بمحافظات سورية أخرى كمان، وإن شاء الله هذا رح نشوفه بالسنوات المقبلة. هلأ سوريا معنا عم تحتفل بنسخته الثانية اللي هي حتكون السبت 21 الشهر القادم والأحد 22 شهر، ومثل ما ذكرتوا العشاء الخيري والمزاد العلني والجالادينر رح يكون الثلاثاء 24 الشهر. النسخة الثانية سميناها هنا لنا نتذكر، رح نبني على نجاحات النسخة الأولى ورح نرتقي باحتفالية بتليق بوطننا. ما رح تختلف النسخة الجديدة بالجوهرية والمضمون والرؤية والهدف، لكن رح يكون عم نتطلع فيها لتمايز وتميز. مثلاً بعض التفاصيل رح قلكن إنه صارت يومين، نحنا ما عادت يوم واحد لأن صار في إقبال جماهيري مثل ما ذكر عمر، فهي رح تاخد يومين. ومنحب ننوه انه في فعاليات مصغره بنقول لهم ميني ايفنت راح يكونوا كمان بعد بكره السبت بمول المالكي من 6 ل9 المسويات، والاثنين ببولفار الفور سيزونز نفس الوقت. ندعي جميع الناس تجي تشاركنا فرحتنا، لانه رح نعرض المواد التسويقيه والترويجيه وفيهم يحصلوا على اي شيء مثل هيك اشياء او امور اخرى رح تكون يعني مفاجاه. كنا رح نسال عليهم، يعني هذا الرمز رمز هنا لنا هو بيوت الشام. لا، هي بتعرفي شو اللي صار؟ اللي صار انه كان اي عمل ناجح لازم نحط له هويه، هويه نظر يعني بصريه وهويه بشكل العمل واقفه. فالهويه البصريه هي كانت بكل بساطه عم ترسمي بيوت بيوت جبل قاسيون، كيف بتشوفيها من بعيد، ببساطتها بجماليتها، بهذا الشيء الرمزي اللي هو بيعني لنا. فهو كان هذا هويه هنا لنا، طريقه الخط، كتابه هنا لنا، نوع الخط اللي انكتب فيها. عم يكون في كمان هلا شغلات جديده عم تنشغل، شيء يدوي عم ينشغل يدوي كرمال موضوع الايفنت. بالعكس، الهويه البصريه انا بلاقيها من اهم شيء. أكيد. اليوم هي كانت يعني كثير متوافقه مع الاسم، يعني لما بتطلع على هي البيوت لا اراديا هيك بتحس انك انت واقف عم تفرج على الشام، فبتقول انه عن جد هون قلنا هذا مكان، هي الرساله وصلت يعني. صح، في كثير ناس صارت تسالنا بأول إيفنت إنه شو هنا لنا؟ في ناس ربطوها إنه بالمكان، في ناس بطلت تعرف إنه شو اللي عم يصير. فتوصلوا على المسرح، تصوري إنه لو وصلوا على المسرح لحتى تعرفوا شو معناتها هنا لنا. فهذا الشيء اللي كنا عم نحاول نلعب دور إنه هيك نخليك متشوقة لبين ما توصل على المسرح تعرفي شو هو. أنا تفاجأت قبل بيومين لعرفت شو هي، لأنه كان كثير هيك. خلينا نسألك كوتش، نحن بالعادة بنستضيفك كمدرب معتمد، هيك فعاليات قديش فعليا بتأثر على مجتمعنا اليوم؟ نحن في ظل ظروف حرب عم نعيشها، صار لنا 7 سنين في نشاطات وجمعيات، حتى دار الأسد للثقافة والفنون يحتضن يوميا هيك نشاطات، قديش إلى أثر إيجابي على نفوس الناس اليوم كتحفيز كتحدي كرفع معنويات لنقول إنه فعلا هنا لنا ونحن موجودين اليوم؟ خليني انطلق من الرؤية والأهداف والاستراتيجية تبع مبادرة أحباب يا بلدي. فهي دائما ليش استثنائية ومتفردة مبادرتنا؟ لأنه بتحاكي المجتمع وتطويره وتنميته بطريقتها الخاصة. واحدة من الأمور اللي حبينا نحاكي سوريا فيها هي فعالية هنا لنا،
بتعرفوا شو الحلو فيها؟ بتحاكي جميع الشرائح والأعمار والشرائح العمرية والفكرية كمان وكل شيء. بينبسط بيفرح فيها الطفل والمراهق وبيفرحوا فيها الكبار بالعمر. فكمان بترفع بتعمل روح مواطنة فعالة، بتحاكي بتعزز تشاركية الأفراد ضمن المجتمع. قديش مهم هذا الشيء وقديش نحن بحاجته هلأ. يعني بدي شبهها بشجرة سورية هنا لنا كفعالية. الجذور بتحاكي الماضي، ساق الشجرة بحاكي الحاضر، والأغصان الخضراء وكل شيء عم يزهر على الأغصان هو عم نحاكي المستقبل كمان. البراعم الصغيرة فينا. يعني كوتشو أنت عم تحكي هيك الجذور بتحاكي الماضي، رح نروح سوا لنشوف جذور سورية عريقة وهو الأب الروحي مثل ما وصفناه لهنا لنا، ونتذكر مع دوريد لحام القامة الفنية ونرجع. يلا. تذكروا أكيد بدنا نوجه تحية للقامة الكبيرة الأستاذ دوريد لحام ولجميع القائمين على هذا العمل فردا فردا. وخلينا نحكي على عنوان نتذكر، يعني عنوان الفعالية، شو الهدف الأساسي منه؟ خلينا نحكي كمان عن الفنانين المشاركين معكم بنتذكر. نتذكر، نحن منتذكر لنتجذر، نحن منتذكر لنرتقي، نحن منتذكر لنصمد. فعم نتذكر الماضي لحتى نعيش الحاضر، لأنه الحاضر هو امتداد للماضي. نتذكر القامات الكبيرة إن كانوا رحلوا عننا أو بعدهم موجودين، ومنتذكر اللي عايشين معنا بهالوطن أو استشهدوا أو رحلوا. فنانين المشاركين معنا بي هنا لنا نتذكر مع حفظ الألقاب: دوريد لحام، علي كريم، حسام تحسين بيك، كندا حنا، محمد خير الجراح، يزن السيد، يحيى بيازي، ومعن عبد الحق، ركان تحسين بيك، وطارق الشيخ. ومعنا الدعم الفني الكامل اللي عم نحكي على سمير كويفاتي، طبعا كمان مع حفظ الألقاب، ميادة بسليس، خلدون حناوي، كورال سوريا، فرقة جل نار بقيادة علي حمدان. تحية كتير كبيرة أكيد لكل الفنانين أكيد. السوريين المشاركين. كابتن، يعني النشاط المجتمعي عموما دائما بتلاقيه هيك موجود اسمه مع اسم النجوم الرياضة. أيضا اليوم حضرتك من خلال هذا النشاط المجتمعي في لك رسالة بتقدمها للشارع السوري، كيف شفت صدى هالرسالة من العام الماضي وأكيد هو اللي خلاك تستمر لهذا العام أيضا؟ هلأ أنا بالنسبة لي أنا حدا كتير بحب يشارك بأي مبادرة بأي مكان بندعي عليه أو بروح عليه، فأنا بكون جاهز 100%. الشيء اللي خلاني كتير إني أتحمس هذا الموضوع هو الشيء الإنساني المانو المعتاد. يعني أنا بتكريم السنة الماضية اللي صار لعمال النظافة والكهرباء، فأنا كنت في هون قعدت مع العالم وقعدت معهم هدول الناس. نحن ما بنحس بقيمتهم هدول العالم، نحن ما بنعرف مين هن، منشوفهم على الطرقات، منشوفهم عم يشتغلوا، فما منحس فيهم، منحس انه هذا واجبه اللي عم يصير. ما تنسي كمان انه عندهم كميه شهداء كثير كبيره بقلب عملهم، من عمال نظافه وعمال كهرباء وعمال اطفاء. حسيت لا بالعكس انه لازم يكون مين ما كان يكون، حتى ان كان نجم رياضي او اي انسان بيندعى لمبادره. وبالفعل بالحرب اليوم المبادرات الاهليه اثبتت نجاحها، لانه منذ بدايه الازمه تفاجئنا بالشباب السوري، في عندك مبادرات وجمعيات وخلايا نحل وعمل وتشاركيه كثير جميله. يعني هلا بجوز انا لانه محتك كثير بناس، لانه بحكم عملي كرياضي انه
بشوف جمهور، بشوف عالم. بالعكس انا بلاقي الشباب الجديده ما بتصدق، يعني في مبادرات بتصير برمضان، بشوف الشباب وصبايا كيف عم يرقدوا ويشتغلوا، كيف العالم عم تحب تساعد بعضها. كلياتنا كبشر لنا طباع، وقلنا في ناس بتحب تشتغل في ناس لا، بس لا اغلبهم بتحسون عم يشاركوا. فواجبي اني اكون انا موجود بهذا المكان. أكيد واجبي. اكيد نحن بدنا نتشكر وجودكم معنا اليوم كثير، الكوتش كريستينا واكيد الكابتن عمر، يعني انتم اطفيتوا على صباحنا وجود اليوم، واكيد لازم نذكر انه كلياتنا رح نكون حاضرين هنا لنا نتذكر. والاخباريه السوريه هي الراعي الاعلامي لهنا لنا اثنين. تفضلي كوتش. بدنا نشكركم سلمى ونور. ايه في شيء هام بدنا نتوجه تفضلي. برساله لمشاهدينا، بدنا نقول لهم تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، على قناتنا على الانستغرام، وكمان على قناتنا على اليوتيوب. خليكم تابعين أخبارنا. أكيد. مو بس مشان هاي السنة، لسنوات السنوات القادمة. أكيد. وعلى الأخبارية السورية آخر الأخبار. أكيد. معكم خطوة بخطوة. بنشكركم على وجودكم معنا. قلنا الفخر والله. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. أما هلا مشاهدين